السلام عليكم، أنا أخوكم عمران الأفغاني، وهذا المركز العسكري في مطار قندوز تم تحريره يوم أمس بيد قوات طالبان الباصلة. وكما ترون العشرات بل المئات من السيارات والمدرعات العسكرية. الأمريكان المحتلون وعملاؤهم أنفقوا هناك ملايين الدولارات لقتل الشعب الأفغاني ولاحتلال أفغانستان للأبد، لكن بفضل الله ومنته طالبان تمكنت من دحرهم وطردهم من هذا المركز المهم والاستراتيجي. قندوز، تحرير قندوز سيتسبب في تحرير كامل أفغانستان قريبا إن شاء الله. وأفغانستان كما هي معلومة هي مقبرة الغضاة، وما دخل غازي إلا خرج منها مهزوما مكسورا.